اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف انفاس. ضيفنا اليوم المهدي العلوي، نائب رئيس فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاوفشورينغ ومؤسس ستارت اب لا فاكتوري، وذلك لمناقشه دعم وتمويل مقاولات الناشئه في المغرب. اهلا وسهلا سي المهدي. السلام عليكم، هذا شرف لي نكون معكم اليوم. مرحبا مرحبا شكرا مره اخرى. بداية سي المهدي، احكي لنا بداية الشغف ديالك بالمقاولات الناشئة. في حقيقة أنا القصة ديالي مع المقاولات الناشئة كبيرة بزاف، لأنني بديت هذه أكثر من 20 عام مني كنت أونكور يعني طالب في الجامعة. كنت بديت أول شركة ناشئة ديالي اللي خلتني أن ندخل لهذا الميدان ونتعلم ليه ونشوف يعني كاع الزوايا ديالو. الشركة الناشئة هي واحد الشركة عندها واحد التيبولوجي اللي هي ديفيرون ديال الشركة كلاسيكية صغرى ولا متوسطة ولا كبرى، اللي كتمتاز بجوج الحوايج، اللي هو الابتكار. يعني الشركة الناشئة لازم ان يكون فيها واحد لو نيفو ديال الابتكار يكون كبير، يكون فيها واحد لو نيفو ديال السكالابيليتي، يعني ديال لا كاباسيتي انها تكبر، يكون بواحد السرعة كبيرة. هذا اللي هو الاختصاص ديال الشركات الناشئة. دونك انا ملي بديت هذيك اكثر من 20 سنة، يعني حيت اليوم خلقت بتات 7 أو 8 ديال الشركات الناشئة، كان فيها مجموعة ديال المحاولات اللي كان فيهم فشل، والحمد لله مجموعة ديال المحاولات اللي كان فيهم نجاح، وخلاتني يعني نتعلم هذا الدومين ونكتسب واحد الخبرات ونستفد من المقاولات والشركات الناشئه اللي كنت كنتلاقى معاهم في مجموعه ديال الحاضنات، مجموعه ديال اللقاءات، مجموعه ديال المؤتمرات. ويعني اللي بغيت نقول ان التجربه ديال الشركات الناشئه كتكتسب على ارض الواقع في لو تيران. نعم، ننتقلوا الان للسكرين دي وستارت اب لا فاكتوري. كيفاش ولد هذا المشروع هذا؟ في حقيقة هاد يعني المشروع ديال ستارت اب فاكتوري اللي هو حاضنة كان واحد الصدفة. أنا ما كنتش أول أنني غادي نديرو، ولكن ملي كتخدم الشركة الناشئة درت واحد يعني سكون أبي أن أكاتون. يعني كان أول أكاتون كنت درتو في واحد الشركة الناشئة ديالي، وكنت التقيت بمجموعة ديال الشباب كانوا خدامين لي بروجي ديالهم وفكروني فرنسي. ملي كنت ان بو بلو جون كان داك الشغف انهم يخلقوا الشركات ديالهم ويبدلوا العالم وينجحوا، وقلت في المسار ديالي ما قدرت نوصل لهنايا حتى كانوا ناس حلوا لي بيبان وعاونوني. حتى انا يعني الدور ديالي انني ك يعني واخا باقي جون اونتربرونور، يعني ما نسناش حتى شعري ولي بيض، عاد يعني نساعد مع يعني الجيل اللي جاي. وكانت فريمون هذه هي لا فراز اللي دارت في البال ديالي، وقلت بداك الشيء اللي عندي غنبدا. وجو سي سور كو في لو شومان غيتزادوا دوت بارتنير دوت بيرسون اللي غنتعاونوا جميع باش نقدروا نخليو هاد الشركات الناشئه يكبروا في بلادنا. دونك يعني الفكره ولا ديسيزيون تخد في هاد لو مومون، والحمد لله الحمد لله داز 5 سنوات من بدات لا ستارت اب فاكتوري. وانا شي تري فيير دو لامباكت اللي درنا لحد الان، لان خدمنا مع اكثر من 2000 شركه ناشئه في المغرب وخارج المغرب، يعني في دول افريقيه كالسنغال اللي عندنا فيها ان بيرو، لا كوت ديفوار، لو مالي، نيجيريا، لو غانا. الحمد لله كنخدموا مع 9 دو شي ناسيوناليتي ديفيرونت. قدينا اون فات يعني نواكبوا فيزيكمون في ليسباس ديالنا اكثر من 200 شركه ناشئه، درنا لها انكوباسيون لاكسيليراسيون، سهلنا اكثر من 100 كونترا بين لي سوسيتي بين هاد الشركات الناشئه والشركات الكبرى، لان لا نوسيون ديال لو كليون مهمه بزاف. وتم الحمد لله تمويل اكثر من 70 شركه ناشئه بمجموعه ديال الاليات، وتم تاطير ولا فورماسيون ديال اكثر من 10,000 بيرسون في المغرب وخارج المغرب اترافير جوستومون لا ستارت اب فاكتوري. نعم، شرشي سي العلوي ذاك التنظيم ديال لي هاكاطون، يعني شحال عدد لي هاكاطون اللي نظمتو، وتا بعض المقاولات العموميه تيستافدت من هذه التجربه ديال المقاولات الناشئه. اكزاكتومون، كنا درنا اكثر من 50 بروغرام ديال لوبن انوفيشن ولا الابتكار التشاركي اللي كيكون يجيو فيه مؤسسات عموميه ولا مؤسسات
بريفي وكيخدموا مع دي جون ستارت اب. هاد المؤسسات كيجيو يطرحوا المشاكل ديالهم ولي ستارت اب كيجيو لي سوليوشن، وكنحاولوا حنايا نلاقيهم ونخدموهم جميع ونواكبوهم حتى تكون داك لا سوليوشن تكون امبليمونتي سور لو تيرم. يعني اكثر من 100 كونترات دار بين شركات الصغرى وشركات الكبرى، ودمانيير جينيرال درنا اكثر من 150 اكاتون هاد الخمس سنين اللي دازت. ممتاز ممتاز سي العلوي. وبالنسبه للبرنامج شكون غادي يستثمر في مشروعي، ممكن تحدثنا على النوعيه ديال المقاولات الناشئه اللي شاركت، وشحال عدد المقاولات الناشئه اللي لحد الان اللي وقتوها في هذا البرنامج، وحجم التمويل اللي جمعتوا؟ الوغ الحمد لله هذا البرنامج يعني حتى هو جا كيكمل يعني الخدمه ديال ستارت اب فاكتوري. البرنامج درناه مع شركه من مجموعه ديال لي بارتنير بحال بيان سور دوزيم انوي لاديدي لابي بي لو تكنو بارك اش بي اس اي لا ليدك اللي كنت توكبنا دايور من ديماراج لا ستارت اب فاكتوري. ودرنا اوسي مع شركه مع سمارت ستوديو اللي هو لو برودكتور اوديو فيزويل، اللي هو في الحقيقه كان واحد الحلم بالنسبه ليا كبير. انا كنت شاركت واحد البرنامج كان دارتو دوزيم في 2005 كان سميتو تشالنجر، كنت نعم. كونديدا فيه. نعم. في الحقيقه هذا البرنامج بدل ليا كومبليتمون حياتي وحل ليا عينيه وخلاني نتلاقى مع مجموعه الناس، وكان الهدف ديالي اني نشوف واحد البرنامج بحاله يعاود يرجع للشاشه المغربيه وانسبيري دي مليون دو جون. والحمد لله بعد متابعه كبيره والتعاون مع هاد الشركاء قدينا نخلقوا هذا البرنامج اللي هو اوفيت برنامج عالمي. خدينا لا ليسونس ديالو من عند سوني، هو البرنامج كاين في ليزيتازوني في كندا في اليابان في فرنسا، اللي هو برنامج ناجح جدا. والحمد لله هذا البرنامج نجح في المغرب. في لا سيزون الاولى كان اكثر من 50 مليون ديال المشاهده ديالو، ما كندويش على الديجيتال، الديجيتال وصل دي مليار. نعم. كندوي على في لا تيلي وصل 50 مليون. اللي بغيت نقول ان هذا البرنامج في العالم دار 50 مليون، في المغرب دار 50 مليون. نعم نعم نعم. يعني كتشوف اكيل بوان يعني الشباب ديالنا باغي يدير المقاولات ديالو. الحمد لله حجم التمويل بين لا بروميير سيزون ولا دوزيام سيزون اكثر قربنا ل 3 المليار ديال السنتيم. يعني كانت واحد المليار في لا سيزون الاولى، وفي لا سيزون الثانيه واخا باقي ما كملناش نعطيك لو شيف ديال تقريبا وصلنا جوج ديال المليار ديال السنتيم اللي كيتصبروا في هاد الشركات الناشئه. جانا اكثر من 1000 كانديداتور لا سيزون الاولى والثانيه، تخادوا منهم نقولوا واحد 100 اللي جاوا لهاد لي بوت كامب اللي درناهم بيكون فيهم تدريب وجاو للشاشة 48 ستارت اب. ومنهم الحمد لله اليوم راه عندنا نماذج اللي نجحوا واللي القيمة ديالهم ضعفات في 15 في 30 خطرة، وداروا خدمة في المغرب، واليوم راه يعني بداوا خدامين على الانترناسيونال. نعم ممتاز سي العلوي. وعلى مستوى الفيدرالي ديال لا بي بي، شنو هما البرامج اللي عند الفيدراليه لمواكبه المقاولات الناشئه؟ شنو هي العراقيل اللي كتلاحظوا مازال مستمره ربما؟ بيان سور الفيدراليه ديال التكنولوجيا كتلعب واحد الدور كبير جدا في ميدان الشركات الناشئه. الفيدرالية كتلعب واحد الدور كبير في ميدان ديال الشركات الناشئه، واليوم الحمد لله اكثر من 35% ديال لي مومبر ديال الفيدرالية هما شركات ناشئه. سورتو افيك هاد لو ديرني موندا اللي جينا ليه، كان عندنا واحد الهدف انه بيان سور الفيدرالية فيها شركات كبرى دي ملتي ناسيونال، فيها دي سوسيتي دوف شورينغ، مي زدنا هاد لو نوسيون ديال شركات ناشئه اللي هما كيجيبوا واحد الابتكار. يعني كاين مجموعه ديال البرامج منهم شكون اسستهم المشروع اللي هي شارك اساسي فيه. يعني كاع المقاولات الناشئه اللي دازوا البرنامج يعني جاو عندنا الفيدراليه وقدمنا لهم يد المساعده في لاكسي لو مارشي، في يعني خدينا بعين الاعتبار المشاكل اللي عندهم وحاولنا نحلوا لهم هاد المشاكل سورتو افيك لا فاز ديال لو كوفيد. والفيدرالية كتعمل يعني على اوسي يعني بشراكه مع الحكومه انها
دير مجموعة من القوانين جديدة اللي غادي تخلي يكون واحد الدعم ديال ليتا لهاد الشركات الناشئة، ان شونجمون ديال لي لوا باش تخلي هاد الدوينغ بيزنس ديجيتال يكون بلو فاسيل. يعني اجوردي كاين مجموعة من العراقيل اللي كاينة في ميدان التكنولوجيا اللي كتخلي هاد الشركات الناشئة اللي كيجيو واحد المنظومة ديال العمل اللي هي جديدة كتكون بلوكي، يكون يعني لي لوا ديالنا ما كيسمحوش لهاد الشركات الناشئة يخدموا. ناخذ واحد لا ستاتيستيك اللي هي مهمه، يعني اللي كنشوفوا حجم التمويل في افريقيا في الشركات الناشئه بيان سور ماشي الحصه الكبيره في بلادنا، مي ان شاء الله بلادنا جايه وغادي تاخذ حتى الحصه ديالها. الا خدينا 10 شركات ناشئه على مثل 10 من 10 شركات ناشئه اللي تمولوا في افريقيا، 99% منهم البيزنس ديالهم اللي با اوتوريزي في بلادنا. دونك يعني حنا يعني القوانين ديالنا كيبلوكيو الديفلوبمون، يعني خاص يعني مجموعه من القوانين اللي تبدل وتكون لينه باش تخلي هاد النماذج ديال البيزنس موديل يعني ديال الشركات الناشئه يخدموا في بلادنا. دونك لان دي رول امبورطون ديال لا بي بي هو تكون داك لو تيير دو كونفيونس، كدير حوار بين الشركات الناشئه وشركات المانيير جينيرال في التكنولوجيا ولو غوفرنمون ديالنا باش يعني داك القوانين يتبدلوا ويتزادوا قوانين جديده اللي غتخلي بلادنا تدخل في هذه المنظومه ديال التكنولوجيا. من هنا ل 2025 يعني 25% من ليكونومي مونديال غتكون واحد ليكونومي نيميريك. يعني كاع داكشي اللي واقع اليوم في الكوميرس العادي راه غادي يتبدل. دونك لازمنا ان حنا كمغرب نواكبوا الشباب ديالنا باش يخلق لينا هاد الشركات الناشئه في هاد الميدان باش يكون عندنا واحد يعني اون بار دو سو مارشي. لا الا بقينا حنا مبلوكيهم بلي لوا ديالنا ما غاديش يخدموا هاد المنظومات الجداد وغادي نكونوا غنبقاو نتاخروا في لو كونتينون ديالنا وغادي نضيعوا هاد الفرصه ديال ليكونومي نيميريك. وحتى الوزاره الحاليه نتا الاسم تبدل وزاره الانتقال الرقمي. اكزاكتومون. كاين شي برنامج عمل للفيدراليات لا بي بي مع الوزاره ولا مع وكاله التنميه الرقميه في هذا المجال؟ الوغ حنا يعني العمل مع الوزاره يعني كان منذ سنين اكثر من 30 عام ولا بي بي هنايا كتخدم على هادشي وديما كنواكبوا وديما كنتعاونوا جميع وكنحاولوا يعني نادابتيو لا غولاسيون بين لو بريفي ولا غولاسيون بين لو بوبليك. الحمد لله يعني مجموعه الحوايج نجحنا فيهم ولكن باقي عندنا مجموعه من المطالب اللي حنا لابد انهم يتصاوبوا ان شاء الله باش نخليو هاد الشركات الناشئه خصوصا انهم يدخلوا رجليهم في هذا الميدان ديال ليكونومي نيميريك. لان لو فات انه عندنا هاد الوزاره هي جديده مختصه بهذا الدومين هو واحد لو سينيال مهم بزاف كتخلينا نكونوا متفائلين بارابور هذا لو سوجي. وثاني حاجة هاد الوزارة هي وزارة يعني مكلفة مع لو شيف دو غوفيرنمون اللي هو ان سينيال اونكور تري تري فور. بيان سور حنا كنتعاملوا مع لا دي دي ومع الوزارة باش نكونوا يعني جميع يد في اليد نخلقوا يعني البيئة المناسبة للميدان التكنولوجي في بلادنا باش يزيد القدام. نعم سي مهدي نشكرك جزيل الشكر. مرحبا. كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة ونضرب لكم موعدا جديد.